لا إله إلا الله. عسلامة عسلامة عسلامتكم الناس كل شحويلكم، إن شاء الله تبدو في خير ونعمة يا ربي. اليوم إن شاء الله بقدرة ربي نحب نبارطاجي معكم عشوائتي كيفاش نعديها. أول حاجة عملت كما ريتو شيعت ولدي ترينا ورجعت باش نعمل كنافة باش ناكلها سخونة، مش معناتها راهو ما تتاكلش باردة، راهي تتاكل هي باردة، أما حبيت نعمل بها كالقاعدة وهي بزاد سخونة هكا وتتجبد بالموتساريلا متاحها وكل شيء، أما سانو باش كي تقعد ناكلوها باردة. ولا ذاك شنو حبيت نقولكم، وبرشا سألوني في الفيديو اللي قبله، زادا حبيت نستغل الفرصة ونجاوب. سألوني منين شريت الكنافة، راني قلت جاتني من السعودية، سينو في تونس في بالي موجودة في كارفور وفي المارشي سنترال وفي إيطاليا نورمالمون يبيعوا فيها المغاربة، أعملوا طالة اللي يبيع الحليل الززار معناتها، سينو الباكستان وكل اللي يبيعوا الحليل تلقاو شي عندهم إن شاء الله. بالنسبة لروسيت الكنافة تنخلي لكم اللي متاحة تحت البردة فوق اللي هو وين فمك الفلاش الصغرونة تحت يديكم اليمين تحت الفيديو اللي تتفرجوا فيه، جوست تمشيوا على يمينكم كما قلت لكم تحت الفيديو فما فلاش صغير تقرصوا عليه يخرج لكم اللي بقدرة ربي. بالنسبة لي أنا واحدة من الناس قعدتي وركشتي والوقت البوز متاعي راحتي، يعني ما تحليلي كان كي نشعلك الشمعتين هذوك ونحس نفسانيتي مرتاح حتى في عز النهار، يعني مش بالضرورة في الليل وإلا حكاية رومانسية، وقتا نحس روحي قعدت وارتاحت وعملت كيف روحي ودللت روحي بك الشمعتين نفسانيتي ولا ترتاح هكاك. بيان سور كل واحد وكيفاش مستانس وكيفاش يحب يدلل روحه.
حبيت نوريكم زادة المخدة السحرية. نهار من نهارات جيت نشكي لكم الخير، قلت ظهري يوجع فيا وتحت رقبتي هكا تحيرت علي توجع فيا، لا نعرف بالتعب ولا نعرف برد، ما نعرفش الحقيقة متاع ربي. قلت نحب هكا نمشي نعمل مساج كأني مستحقة المساج. يا أخي جيتني المخدة هذه هدية من اللي دل، هي راهي حاسيلو امبيكابل، اما ما نعرفش التوا حاسيلو اسكو باش نسكت بها المخده ما غير ما نمشي نعمل مساج، والا متحيرين عليا معناتها جابوا لي المخده حاسيلو. المهم هي هدايا لا ترد، وبالحق جات في وقتها، حبيت نبارطاجيها معاكم وننصحكم بها. كان لقيتوها راهي امبيكابل بالحق، تخدم بالبريز، جوست نحط البريز وننزل على الفلسه وتعملي مساج رقبتي لظهري الفاراتي حاسيلو، كان التوا فاراتي ما عملتش الحق بتاع ربي، مي امبيكابل حاسيلو. زيد اون بلوس تسخن معناتها فيها كل ذوك من الحمر، فما جراداسيون تاع تمبيراتور. فوالا تاع المسلمين عنا العيد الكبير والعيد الصغير. حبيت نوريكم زادة البيادينة هذه، خفيفة على الاخر وبنينة بالزيت زيتون، ناخذها من لوروسبين البنات اللي يعيشوا في ايطاليا، نعملها هكا عشاك تبدا ما عنديش دبارة ولا نبدا ما عينيش ولا تعبة ولا خرجت ولا حاجة، عشاك خفيف وسهل وفي متناول الناس الكل، وبالحق كلهم في الدار يحبوها الحكاية هذه، يحبوا حاجة هكا سهلة وخفيفة وبنينة. وفوالا هكاك وصلنا بخاسك لاخر الفيديو، ان شاء الله عجبكم وإن شاء الله فاتكم بطريقة أو بأخرى، ومرحبا بكم الناس كل. تنخلي لكم زادة اليوم تاع الانستغرام تاعي آخر الفيديو والباش فيسبوك، كان عندكم هكا تصاور تحبوا تبعثوهم تبرتجيهم معايا بوركوا با، نفرح على الاخر. ونقول لكم كان على بخشين إن شاء الله في فيديو جديد، أما ما تنسيوش تبعثوا لي كومنتاريتكم وتخليوا لي رايكم، خاطر بالحق برايكم نتشجع ونرجع ديما بالجديد والساهل ونمتنوش للناس الكل. على بخشين إن شاء الله في فيديو جديد.